خلينا نكون هذا السؤال مطروح على الأستاذ محمد جويدر، وهو أستاذ مختص في الفقه الإسلامي، حتى نحاول أن نتحدث معه في مستوى هذه العادات اللي ربما أصبحت تحتل مرتبة أكبر من مرتبة عبر وحكم الاحتفال بمعاني السنة الهجرية. سي محمد، أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيب بخير. بارك الله فيك ونشكرك على الاتصال، ونحيي السادة الحضور الأستاذ أحمد الشحين والأستاذ عمر المالولي. شكرا وبارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى. يعيشك سي محمد. أيوة، بالنسبة للسؤال المطروح هو قضية مدى شرعية الاحتفال بالسنة الهجرية. نعم، بالنسبة إلينا، أولا أنت الآن حييتني وقلت أو هنأتني بالسنة الهجرية الجديدة. نعم. هذا أول مسألة، أن المسلمين بدأوا يحتفلون بالسنة الهجرية ويقدمون التهاني، وأصبحت الرسائل القصيرة في الهاتف وغيره، هذه من المسائل التي أصبحت عادة. نحن لا ننظر إليها على أنها مسألة دينية تعبدية، ولكن ننظر إليها إلى أنها مسألة تدخل في باب المجاملات وباب تقديم التهاني وباب العلاقات بين المسلمين، وهذا أمر مستحب وهو أمر مطلوب، وممكن للإنسان إذا قدمت إليه مثل هذه التهاني أن يرد عليها، لأنها تدخل في باب الدعاء وتدخل في باب التيمن وتدخل في باب آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن ونحن نحب الفعل الحسن. فإذا حييتني أو هنأتني أو هنأ المسلم أخاه المسلم بالسنة الهجرية فلا حرج في ذلك، لأن القضية ليست مسألة بدعية كما يراها البعض، وإنما هي مسألة علاقات وحسن تعامل بين المسلمين. هذه المسألة الأولى. نعم. والمسألة الثانية، قد نجد أناسا يحتفلون بشكل معين بالسنة الهجرية أو يستقبلونها بما يعرف عندنا بالملوخية أو أكل لحم الرأس في هذه المناسبة. فنقول إن القضية إذا كان ينظر إليها على أنها عادات وتقاليد لا علاقة لها بالجانب التعبدي، فإن المسألة تبقى قابلة لأن تكون دائما في باب التيمن وباب الخير، وينظر الإنسان يريد أن يكون العام بالنسبة إليه عاما مخضرا وعاما مزهرا وعاما فيه فال طيب، إن ذلك مقبول. أما إذا نظر إليها على أنها أو حولها إلى أنها جزء من العبادة فهذا أمر لا يقبل مطلقا. واضح سي محمد اللي أنت الحقيقة طمنت راه بعض الناس، لأنه يسرت عليهم إعلان الفرح من خلال الاحتفاء بسنة جديدة إن شاء الله تكون فيها نجاحات وتكون فيها آمال وتكون فيها أيضا يكون فيها التفاؤل منتشر ما بين الناس، وهذا مطلوب وهذا مرغوب وهذا محبوب، على أن لا يتحول الاحتفال إلى الجانب المرتبط بالعادات ويولي هو الأساسي، مقابل أنه نترك الاحتفاء بمبادئ، ولكن مش الاحتفاء بها فقط وإنما العمل على ترسيخ سلوكا وواقعا. بالضبط، وهناك مسألة أخرى مرتبطة في أذهان الناس وهي مسألة طيبة ونشجع عليها، أن كثيرا من رجال الأعمال وكثيرا من التجار وكثيرا من الناس يقومون ما عندهم في مثل هذه المناسبة من كل سنة. أيوة. ليقدموا الزكاة ليجعلوا هذه المناسبة مناسبة مرتبطة بعبادة من العبادات التي يجب أن يهتم بها المسلمون وهي عبادة الزكاة، ويقدمون زكاتهم في مثل هذه في رأس السنة، لأن كل سنة تمر على المؤمن لابد أن يحاسب نفسه ماذا قدم، ومن ذلك يحاسب نفسه على زكاته. فهذه رغم أنها عبادة ولكن اعتاد الناس على أن يجعلوا عبادة الزكاة في مثل هذه الفترة. كذلك يمكن أن نقوم بمسألة أخرى هي تصبح عادة ولكنها حسنة، هي محاسبة الإنسان يحاسب نفسه ماذا قدم لنفسه أولا ثم للأمة ثم لمجتمعه، ماذا قدم خلال السنة وماذا سيقدم خلال السنة القادمة. فالتحديد التاريخ له أهمية، ولا يعد ذلك من البدع أو غيرها، بل يعد أمرا
مطلوبا وامرا مرغوبا فيه. نعم، شكرا لك الاستاذ محمد قويدر، استاذ مختص في الفقه الاسلامي، مع التحيه والتقدير، ومره اخرى كل عام وانت بخير. بارك الله فيكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سي احمد، اعلان الفرح به سواء كان في عاداتنا المرتبطه بما هو موجود في العائلات، سواء كان في الملبس، سواء كان في تبادل التهاني، وهذه حاجه باهيه في الاسلام، معناها يرغب عليها الاسلام، ماهوش دين معناها نخلي الانسان ديما عبوس وديما لا، معناها جانب الاحتفالي هو ايضا مطلوب ومرغوب في مثل هذه المناسبات. نعم، نسأل الله أن يجعل أيامنا أفراحا إن شاء الله يا رب، وهناء وسعادة، ماذا بينا ولا أن تحصل فرحة ولينا. نعم نعم، واشتقنا الحقيقة للأيام المشرقة اللي فيها فرح صحيح. وفيها ابتهاج، وإحنا في خضم ما نعيشه من أحداث ومن مشاكل أحيانا تؤرقنا تؤلمنا، نسأل الله أن يجعل هذا العام الذي نستقبله عام خير ورخاء على بلادنا وسائر البلاد الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله. قضية الاحتفال، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذكر الهجرة أبدا ولم يحتفل بها، وصحابته من بعده في عهد سيدنا أبي بكر لم يذكروا ذكر الهجرة ولم يحتفلوا بها. الأستاذ عمر منذ قليل حدثنا كيف بدأ التأريخ للهجرة، وبدأ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. من باب أنه يكون عندنا تاريخ، وهذا التاريخ نحتاج إليه لضبط الأحداث ولترتيب الذاكرة وما شابه ذلك، خاطر قبل الهجرة وقبل الإسلام كان الناس يؤرخون بالأحداث التي تحدث، يقول لك سنة الفيل، وقبل كانوا يقولوا السنة الثانية للبعثة، يعني من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني بعد ما بعث، في السنة العاشرة للبعثة توفيت خديجة وتوفي أبو طالب، هذا معناه يسميه عام الحزن، كانوا يسميه عام المجاعة، سموه عام الرمادة، فما تسميات. نعم. كيف جاءت الهجرة وهالحدث هذا معناه بجلالته وبجلالة قدره وأهميته، وأصبح منطلقا للتاريخ احتفال المسلمين به، راه من باب الذكرى والتذكر والاعتبار، وليس من باب مسألة أخرى. لكن ما يرافق الاحتفال اللي فيه ذكرى وتذكر أن يكون هناك شيء من الانبساط، أن يكون هناك شيء من الترفه في الأكل. نعم. أن يكون هناك عادة ما توارثها الأجداد في نوع من المآكل. نعم. الملوخية مثلا، أعتقد أن أكلية الملوخية اليوم أكلنا، نتصور ياسر توانس أكلية الملوخية اليوم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذه أكلة طيبة حلال، وأن نفعل ما فعله ربما الأجداد في بعض الممارسات دون أن نجعل ذلك من السنة أو من الشريعة، أو كما قال الأستاذ محمد قويدر معناها تقعد عادة اجتماعية ولا علاقة لها بالتشريع وبالأحكام وبالتعبد، ما عندها حتى علاقة. والدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتبر من الأعياد إلا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فيهما صلاة العيد، في عيد الفطر فما زكاة الفطر، في عيد الأضحى فما الأضحية. شفت كيفاش هاكي مظاهر الاحتفال في الأعياد هذه. نعم. بالنسبة للهجرة، لا أن لا من طيبات ربنا ما شئنا، ونحمد الله على ذلك، لكن دون إسراف، دون أن ينقلب ذلك هو الهدف الأساسي من احتفالنا بالهجرة. نعم. احنا نحب نحتفل بالهجرة، نستحضر معاني أن نهجر الباطل وأن نهجر الظلم، وأن نؤسس ونبني للخير وللحق وللعدل. نعم، الخير له ألوان متعددة سي عمر، هك علاش لابد أن نبسط أيدينا وقلوبنا لهذا الخير ونحن نستقبل سنة جديدة. طبعا هو من باب التفاعل مع سي أحمد حتى مع المكالمات الأخرى، ثم تحقيق قدمه فضيلة الشيخ بن عاشور حول المحدث والبدعة والمنكر، بين فيه وأنه ما هيش كل المحدثات هي من البدع، وفرق بين البدع الحسنة والبدع السيئة، وبين أن البدع المذمومة هي البدع المتعلقة بالعقيدة،
وأما البدع الأخرى المتعلقة ببعض العادات كخروج المؤذن بين يدي المصلي يوم الجمعة وتعلية المنبر والمصابيح في المساجد والفرش في المساجد كذلك وغيرها، فهذه اعتبرها من البدع الحسنة. وثم معناها الحديث النبوي يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهنا معناها في هالإطار هذا يقول: طالما وأنه اعتبرت عادة ولم ترقى إلى درجة العبادة، وطالما وأن هذه العادة ليس فيها تكليف بما يفوق الطاقة، ثم كذلك من حق أبنائنا أن يتساءلوا، لأن أبنائنا في رأس السنة الميلادية نقول لهم لا تحتفلوا ولا نحتفل بها، يقولون: متى نحتفل إذن برأس سنة عندنا؟ نقول لهم: يكون ذلك في رأس السنة الهجرية، ولكن بما لا يتجاوز الطاقة، من باب إحياء هذه الذكرى، يعني يكون احتفال فيه إحياء للذكرى. يعني شنو الاحتفال؟ مش معنى احتفال بالهرج واحتفال معنا ربما كما قال خونا ساعة معنا بالحضرة ولا بغيره، وإنما احتفال من بابه ربما قراءة القرآن، احتفال قد يكون بذكر مواعظة، بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التذكير ببطولاته. فهذه طريقتنا في الإحياء التي يجب أن نتبعها مع أبنائنا ونسائنا وأسرنا. هذه باهرة، هذه به برشا معنا اللي كنت تحكي فيه، هذاك هو المطلوب والمرغوب. ما يسالش كي زاد الإنسان يلبس لبسة جديدة ويبتسم في وجه اخوه المسلم ويهنيه ويفرح له، علاش لا؟ ان شاء الله هذا من المباح الذي لا ينهى عنه، لا ينهى عنه، واظهار الفرح معناها عاده من عادات المسلمين. الحمد لله، الحمد لله. خلينا نشوف اخونا حسني المساوي من القصرين كيفاش استقبل السنه الهجريه الجديده. مرحبا بك حسني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حسني المساوي من القصرين. مرحبا بك سي حسني. الله يعيشك. يبدو أنه سي حسني كالعادة راهو حاولوا مشاهدينا الأعزاء اللي كي تسمعونا يسمعونا من خلال التليفون برك. الله بركاته، مرحبا بكم في الضيوف تاعينك. يعيشك يعيشك. ربي يعينك. خويا أنا أظني استقبلت الهجرة بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على النبي. الله يسلم. راهو اذا كان مش تخلينا السؤال يوصل لك بعد دقيقه كامله وجاوبنا، هذا قد يحدث ازعاجا بالنسبه للمشاهد وليك انت ولينا. فرجاء سي حسني اذا كان تبعنا من خلال التليفون باش يكون صوتك وصلنا، والتدخلات اللي توصلنا للمشاهدين الكل يا ريت يسمعونا كيف يتدخلوا معنا، كيف يتدخلوا معنا بالتليفون برك. تفضل. قلت بديت راسا جري بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ليلة محمد رسول، حبيت نظني معناها نعطي عبرة فني معناها حكاية فني على السنة الهجرية. على؟ هي السنة الهجرية. أيوة. هي درس الأمة المحمدية منذ فني ألف سنة، معناها صار أكثر من 700 سنة ولا أكثر فني هجري. ليلة محمد رسول، إلا أنه معناها الشعب التونسي والشعب الأمة العربية قاعدة تفهم في مفهوم الدين بالخاطئ، وهذه نتيجة شنو؟ نتيجة وأنه علماء الدين أصبح يقولوا شيء ويروهم يفعلوا في حوايج أخرى. الأئمة دخلت أمور سياسة أصبحت سني معناها ظني تقول في حوايج خاطئ الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعل الإمام يقتدى الإمام به قولا وفعلا. نعم. كيفاش أخويا أنا نشوف الإمام يقول لي في المنبر كذا وكذا وهو بني معناها في الشارع منيف لشيء كان يقول فيه، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم بني معناها أول المدخل للمدينة أول ما أسس مسجد قام بليل بالأذان، أول ما قام بليل بالأذان ما قيمة رجل الدين سيدنا بلال عليه رضي الله عنه. نحن اليوم فني معناها مسيرة تاعينا أصبحت مهانة رجال الدين. رجل الدين فني يحكي لي قال لي فني معناها نوقف المنبر نقول فني معناها أعطي حق الناس ما تقولش حق هذاها حق هذينا، قال لي نصبح عند الكفني العطار موسيال عند الكفني الكريم موسيال، كيفاش نوصل معناها باش يقول الكلام هذايا في المنبر؟
هو مش نعم، يعمل معناه شيء، ينهى عن أمر، ينهى عن أمر ويأتي مثله. وهذا اللي حابين نركز عليه سي حسني، وبارك الله فيك على تدخلك في الجزء الأخير من حصتنا اليوم، لأنه حابين نركز على المعاني السمحاء اليوم. كيف نقول الدين الإسلامي، نقول راه ارتكز على معاني طيبة ومبادئ سامية، مش نركز عليها في الجزء الأخير من حصتنا اليوم. مع الشكر والتحية ليك، وتحياتنا لكل مشاهدينا في القصرين. نعم سي عمر، قالها تحدث على رجال الدين، واحنا في الإسلام ما عندناش رجال الدين، عندنا نعم. أئمة، عندنا نعم. علماء، عندنا فقهاء، ولكن نعم. لا وجود لرجال دين. واضح. وتبقى نقطة أخرى، إذا كانك ما عندكش ربط في التليفون ولا فضل. حاجة، فضل. حبيت نقول أنه أين النصيحة؟ ربما كنا نجم نقدموا له الإمام هذايا ولا الفقيه هذايا وننصحه معناها بشيء من الأدب، ونقول له معناها عليك أن تكون أول من ينتهي عن هذه الأفعال التي تنصح الناس بالانتهاء عنها. هنا ما نهملوش دور النصيحة، لأنه الهجرة علمتنا وأن المؤاخاة بين المهاجرين. هو ينصح في الناس، هو خلق هو اللي ينصح في الناس، مش مشكل. ولا لما نجي حتى ننصحه معنا باعتباره هو الإمام متاعنا ولا هو شيخ متاعنا والعالم متاعنا، نقول راو لك خطأ ولا لك أخطاء، وننصحه معناها تكون النصيحة سرا، وتكون بأسلوب معناها منطقي، وأسلوب معقول، وأسلوب الدين. وهذا هو معناها السلوك متاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم باش آخر ما بين المهاجرين والأنصار، ومعنا وصلوا باش يقتسموا معنا ما بيناتهم حتى المال والبيت وكذا، فاليوم معنا لماذا لا نقتسم مع بعضنا النصيحة والمودة والمحبة؟ نعم، المودة والمحبة صحيح هي مطلوبة ومرغوبة، ولكن زاد كيف نفرحوا لبعضنا، وكيف نحيوا بعضنا، وكيف نحتفلوا مع بعضنا. سي عمر وسي احمد ذكرتوا تو الجانب الاحتفالي في العادات، فما برشا عادات اجتماعيه في العائله التونسيه وفي الاسره التونسيه مازالوا اليوم متشبثين به، ومازالوا يحبوا يقوموا به في مثل هذه المناسبه السنه الهجريه. لعل برزة كما ذكرت انت ساعه قلت الملوخيه واللبسه الجديده والعظمه زاد موجوده هذه، تدخل في الجانب الثقافي، في الجانب الحضاري ربما. جانب ثقافي، جانب نعم. ربما تراثي، جانب تراثي حضاري. نعم. فلكلوري. لا باس به، بشرط على ان لا تتحول الاصل. أيوة. ونضيع الاصل الحقيقي. نعم. لان الاصل الحقيقي في احتفالنا بالهجره هو ان هالعبر اللي كنا نحكيوا عليها. أيوة. الصبر، الاخذ بالاسباب، المؤاخاه، التعايش المدني، التعايش السلمي. انا باش نجي هذا نحب نركز عليه معك انت سي احمد ومعك انت سي عمر، باش نجي معناه لانه مش يكون هو ختام حصتنا في زدني علما. اما خلينا نشوفوا معكم مشاهدينا العائله التونسيه والاسره التونسيه في عاداتها العادات اللي ربما تشكل جانب احتفالي لدى الأسرة، كيفاش يحتفلوا بالسنة الهجرية في مستوى الجانب الاحتفالي. تفضل. العادات والتقاليد اللي نمارسوها في راس العام العربي هي نطيبوا المثوث بالراس. علاش؟ شنو هي الدلاله نتاعو المثوث بالراس في راس العام العربي؟ راس العام العربي الدلاله نتاعو على خاطر احنا باش نسدوا راس العام القديم ونحلوا بعام جديد، ونخليوا العظام تحت الميزاب، وغدو حاسب فيها نمدوها ونطيبوها وناكلوها مع القهوه وناكلوها. شنو الدلاله نتاعو العظام تحت الميزاب؟ مش هكا عقد النيه، هو الانسان وكل شيء، ما باش يقولوا باش عام خير وعام ان شاء الله اخضر وبالملوخيه ومطر تصب لنا وان شاء الله العام يطلع يستبختوا بهم معنا. اي هيك العوايد نتاع الصفاقسيه. نقولوا نخليوا العظام تحت الميزاب، شنو هي الرمزيه وشنو هي الدلاله نتاع معناها شنو هي الدلاله نتاعهم؟ الرمزيه هذيك على خاطر تنزل عليه الندوه، وكون يجي ندوة الرأس العام، ندوة العام للداخل، وباش تتناول باردة بهكا الطقس متاع الرأس العام. انت من الفخار الزمني، وباش قلنا عن الملوخية الزمنية كيفاش؟ هكا هي سخنوا الزيت دوب، ليش مش تسخنوا ياسر، وتصب الملوخية وتحرك
وتصب الماء وتحرك وتصب الماء وتحرك حتى تمرقها تمرقها، بعد ترمي اللحم من فوح ترمي فيها تخليها تغلي ياخو غلوة حتى ما شفلاني قرب يتقرص اللحم، وانتي نقص للنار شوية خليها سلسل حتى تقف على دينا. اللفاح متاع الحم كيفاش يكون؟ او نفوح الحم قبل يقعد مدة هو مفوح؟ ايوه مفوح، يقعد في بلايط مفوح، تقطع فوق منه راية صبصل وسنينات فوق وفلفل الاكحل وفلفل الاحمر وتابلو كروية في بالك هو في حنا هيك، وبعدنا لك ورق وترنت يغلي ومع الحب باش يقعد فيها تاكل بالشفاء. احنا طبعا مرقنا الملوخية ورمينا الحم ورمينا هيك الرنت وغطيناها وكهو استنيها حتى طيب. قديش تطيب الملوخية؟ قديش تقعد تطيب الملوخية؟ طيب فلاسة انت وما تحب، نقص النار وتبدا سلسل تبداش نار خفر هيك تو خليها تغلي، اما بعد نقصوا للنار تبدا سلسل يتصفى دهانها وتقف على عيبها، فهمت شيء؟ على زيتها نقولوا ايوه تقف على ريحتها. خي شنو هي رمزيتها؟ شنو الدلالة نتاعها؟ علاش يطيبوها اللي تراس؟ هي عودة زمنية، عودة زمنية ما قطعناش عودتنا ان شاء الله بالكل، ديما كل عام ان شاء الله يطلع لها مخبر يطلع ان شاء الله مبروك. نكمل لك على الاخرى. علاش كانوا قبل يطيبوها الكانون الملوخيه؟ نطيبوا على الكانون طول النهار وهي تشكشك. نبداو من بكري حتى عاد فحم وقت تعرف الكيك. نطيبوا على الصحن حتى في عقلها حتى تهبى وتطيب في عقلها وبنتها تقعد وحدها. مش كيما تطيب على الغاز؟ لا 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 والله شيء. بوكو حتى بردتك نطيبوه كذلك. معناها الملوخية اللي تراس العام يستبختوا بها؟ نتصلوا بها إن شاء الله طلع العام مبروك بركة الليلة وهي المغارب على الناس الكل عليكم الكل وإحنا كان على حقنا واللي في لمي. شنو تحب تقول بالنسبة تراس العام؟ إن شاء الله مبروك على العام الكل يحييكم وينجيكم إن شاء الله مبروك على العالم يجمع. هو لابد أن نحيي المشاهدين الأعزاء اللي معنا وهم يشاهدوا معنا في زدني علما، ونحيي المدخرين معنا الآن في الروبورتاج خاصة المرأة اللي بتلقائيتها بعفويتها عبرت عن استقبالها لسنة بعادات اجتماعية ارتبطت بالعائلة التونسية، ولكن خدمة كلامها بكلمة بارزة للناس الكل نقولوها إن شاء الله يا رب يكون العام عام خير، لأنه هذا معنى التوكل على الله. سي أحمد نتوكل على ربي وندعيه إن شاء الله الربي دائما أنه يكون العام تانا عام بركة وخير، ولابد أنه الإنسان يحاول يستثمر المعاني السامية للهجرة في واقع حياته في واقع اللي نعيشوه بمشاكله بالهموم اللي فيه بالشواغل اللي فيه، لأنه ذكرت أنت سيادتك سي أحمد قلت راه نعيش فقر ونعيش في بطالة ونعيش مشاكل تنموية، كيف يمكن لنا أن نستثمر معاني الهجرة النبوية السمحاء في التقليص من هذه المشاكل وفي التغيير من واقعنا اليوم اللي للأسف وبكل صدق زمنا نقولوها أن واقع الأمة الإسلامية اليوم هو واقع رديء. نعم نسأل الله أن يبدل هذا الحال إلى أحسن حال، ولن يتبدل حالنا حتى نتمسك بشريعة ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عبد الله الثقفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه غيرك، وفي رواية قل لي قولا في الإسلام أعتصم به، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. هذا النبي الذي أسس هذا المنطلق في الهجرة لتنتشر دعوة الإسلام واللي عمت ربوع العالم وأضاء نورها ربوع الكون، حري بنا أن نستلهم من سيرته ومن أقواله ومن سنته ما يصلح حالنا اليوم. نعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخى في الهجرة بين المهاجرين والأنصار، ما أحوجنا اليوم إلى أن يتآخى الفرقاء السياسيون،
أن يتصالحوا ويتصافوا وهم أخوة أن ينبذوا ما في قلوبهم الأحقاد والكراهية والحسابات السياسية. لا يهمني في توجهاتهم الإيديولوجية والسياسة، الذي يهمني هو التوحد وأن نكون إخوانا في دين الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا في أكثر من حديث بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. فلا نستطيع أن نقلع إلا إذا تأخينا ونبذنا ما يفرق بيننا من أحقاد، من حسابات ضيقة، من ربما إنسان عنده حسابات ويطمح إلى منصب ويطمح إلى كرسي، وهذا كله زائل وفاني، ولن يذكرنا التاريخ بخير ولن تذكرنا الأجيال القادمة بخير إلا إذا استقمنا على الطريقة. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ربي يعطينا، يفتح لنا أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الهداية وأبواب الرحمة إذا استقمنا على الطريقة، على المنهج القويم السليم. نعم، الهجرة في المكان سي عمر هي باتت تاريخا، ولكن اليوم يلزمنا هجرة حقيقية إلى المبادئ السامية لتغيرنا من واقعنا، من واقع الأمة الإسلامية التي أريد لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس. خلينا أخوانا من الهجرة حدث بارز اللي يعلمنا اليوم في تونس وفي الوطن العربي. النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار، أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف ماله وبيته. عبد الرحمن بن عوف قال له: لا حاجة لي بذلك، أنت أخي، أقر بأخوته، لكن قال له: أرني السوق. إيش معناها؟ يعني الإسلام دين العمل، ما هوش دين الكسل. لم يستغل فرصة، وهذه نحب نقولوها للتوانس الكل اليوم وحنا نعانيه من واقع البطالة، واقع التهميش. هو المهاجر هذا قال: أين السوق؟ النقطة الثانية، الذين خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم حبا له صلى الله عليه وسلم. اليوم أين حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نطبق السنن ولا نلتزم بها، بل البعض يتهكم على هذه السنن. نقطة أخيرة أخي نوري إذا أردت، فيما يتعلق بدستور المدينة، هذا الدستور الذي نجح في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وإعطاء كل ذي حق حقه، أما أنا اليوم أن يكون لنا دستور يجمع شتات التونسيين وننتقل إلى مرحلة البناء الدائم بحول الله تعالى؟ إن شاء الله. معنا هذه النظرة التفاؤلية، كما قلنا الأمة الإسلامية التي أريد لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس إن تشبثت بهذه المبادئ السامية وبهذه المعاني الراقية، أكيد أنه ستغير من واقع حالها إلى ما هو أفضل وأحسن. وإن شاء الله يا ربي ما نرجوه مثل ما انطلقنا متفائلين. نختم الحصة اليوم وإحنا متفائلين إن شاء الله بأن السنة الهجرية 1435 هجري ونحن في أول محرم منها، نرجو أن تكون إن شاء الله سنة طيبة وخير ونجاح وتألق لبلادنا. وليكم أنتم مشاهدين نحب نشكر الأستاذين الجليلين سي أحمد بوشحيمة. شكرا سي أحمد. بارك الله فيك يا أستاذ نوري، شكر الله لك ولأخي عمر وللحضرات المشاهدين الكرام اللي أنسونا في هالمرافقة الطيبة، في هذه السهرة الطيبة، في هذه الليلة الطيبة، في بداية هذه السنة التي نرجو أن تكون طيبة. نسأل الله أن تكون طيبة على البلاد والعباد والأمة الإسلامية جمعا. وعليك أنت إذا إن شاء الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله ديما منور يا سي أحمد. أجمعين إن شاء الله، كما نورنا الله. أيضا يعيشك سي عمر، كل عام وأنت بخير مشكور سي أحمد. كل عام وأنت بخير، وهالفريق الفني هذا الذي يرافقنا ويصاحبنا بارك الله فيه، وهذه القناة الطيبة التي تغمرنا بأجواء الفرحة بارك الله فيها ولها وعليها. يا ربي دوم الفرحة إن شاء الله على الأمة الإسلامية قاتبة، ويدوم عليهم إن شاء الله الاستقرار، وإن شاء الله مزيد النجاح لبلادنا، وإن شاء الله يا ربي مزيد الوئام والمحبة لبلادنا من كامل فريق زدني علما اللي نهنيه، ونقول إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وحبوا هما أيضا بدورهم يهنيوكم عملا اليوم، وهذا هو اللي احنا اليوم محتاجينه، أن الناس الكل تخدم وتعمل من أجل صالح البلاد والعباد. مشاهدينا كل عام وأنتم بخير، ومن كامل الفريق نقول للجميع شكرا وإلى اللقاء. مليون